أعزائي الكرام، مرحبا بكم في خبر عاجل. اختفاء منعشين ومقاولين يجمد التشييد قبل عطلة عيد الأضحى في المغرب. كشفت معطيات جديدة عن تهاطل الشكايات على المفتشيات الجهوية للشغل والدعاوي بشأن استخلاص قيمة كمبيالات وشكايات على النيابة العامة في المحكمتين الزجرية والتجارية بالدار البيضاء بعد اختفاء منعشين عقاريين ومقاولين في التجهيز والبناء والأشغال وتخلفهم عن سداد أجور وتعويض وفواتير سلع وخدمات قبل عيد الأضحى، ما تسبب في تجميد أوراش وتعليق العمل فيها من قبل العمال المنتميين أغلبهم إلى مناطق خارج العاصمة الاقتصادية وينشطون بشكل موسمي في القطاع، فيما يستغلون فترة عيد عطلة طويلة الأمد ويستخلصون قبلها ما بذمة مشغلهم من أجور. وأفادت مصادر مطلعة بأن منعشين وجدوا أنفسهم محاصرين بمئات العمال التابعين لمقاولات مناولة في أوراش يدبرونها بعد مغادرة أرباب هذه المقاولات الدار البيضاء نحو وجهات داخل وخارج المغرب دون أداء ما بذمتهم لفائدة العمال من أجور وتعويضات، مؤكدة أنه جرى توجيه عدد كبير منهم نحو مفتشيات الشغل فيما قرر موردون يحملون شيكات وكمباليات توجه إلى المحكمة التجارية والنيابة العامة في محكمة عين السبعة لرفع دعاوي ووضع شكايات مباشرة لاستخلاص قيمة ديونهم العالقة بذمة مقاولين تثبت تملصهم من التزامهم بالأداء داخل أجل محدد. أكدت المصادر ذاتها في تصريحات لإسبريس أن عدد كبير من المقاولين الذين ينشطون في مجالات الأشغال الكبرى والمدبية الكهرباء والماء والتهيئة وكذا النجارة والسباكة أغلقوا هواتفهم المحمولة في وجه عمال يشتغلون لديهم، إذ قرر بعضهم السفر لأداء مناسك الحج، فيما تعلل آخرون بمغادرة المملكة لأسباب مرتبطة بالعلاج، منبهة إلى أن منعشين عقاريين اضطروا إلى تحمل أجور عمال مقاولات مناولة حتى لا تتوقف أوراشهم بعد عطلة عيد الأضحى على أساس الحجز على التجهيزات والسلع الخاصة بهذه المقاولات الموجودة في الأوراش وخصم النفقات المذكورة من الدفعات المالية الخاصة بعقود هؤلاء المناولين. وعمل أصحاب مشاريع على تجميد دفعات عبر القنوات البنكية لفائدة مقاولين بعد التأكد من غيابهم عن مقاولتهم واحتجاج عمالهم بسبب عدم أداء أجورهم، إذ وجهوا إلى الوكالات البنكية المتعاملين معها أوامر بوقف التحويل أوردر داري دو فيرمون إلى حين استطاع وضعية هؤلاء المقاولين وكيفية معالجتهم مشاكلهم مع العمال وضمان عدم تأثير وضعيتهم المالية على التزاماتهم في الأوراش المتعاقد بشأنها، في ظل تخوف منعشين من تحمل تكاليف وغرامات التأخر في تسليم مشاريع. إلى هنا أعزائي الكرام، قد وصلنا إلى نهاية هذا الخبر وإلى اللقاء.